كيف يعني سي غسيل دخلت انقطاض ازدين توري نغد الامل الخرائطي الى قد نخ السيد مصطفى ايت طلب علي كان المغور نغد الرئيس للمصلحه نظام المعلومات الجغرافيه المندوبيه تخاطر التخطيط. مرحبا يسون اقد نخ السيد مصطفى سنيز الاحصاء العام امزدغات د امزدغ يتوغ ليتوغ كت مازيرت كو 10 ديس كواسن يغ الاحصاءات يش سوريفت غير ملي هو الدور اخطر سوراخ سوريفت دو الناس مي خرف الاحصاء نسكوسات تنميرت حمايز كوارن ريح دين هذا زبارك حسب قصة أمازي غنبا باكي كريغان أمازي غهند حيلا حقنس ولا حبرنس مازير تنخ بالفعل خليت اللي يوش كان حتو جهات توصيات الأمم المتحدة اللي تينين كريغات تمازير تحمدلان يخصى تسكر الإحصاء نس كريغات يتوال حمروي سبقاسن غنيت أف إفكا جلالة الملك نصره الله لو أمير نس الجهات المسؤولة باش يتنظيم الإحصائيات حقر إيان دا 20 دمرو حنشو تنبير دي كان لقدام الإحصائيات جاية يتوري للبهري استوهمان لأنه أنت دحية كان توجد المعطيات المعلومات في توجوين في تصدق الحالة نسنا التغوصيوين اللي تنكلوا خصانين وكان المعطيات أنت في بنان البرامج السياسات اللي سكانت المؤسسات الدولة باش أدعون أدس فولكين تدرت نسنا الإحصائيات ناحية ضغولي كل زرين في السوق للمسائل التغوصيوين يتقسنت أول مرة يتستعمل تقنيات ديماس الجديد حكريقات المراحل اللي حيتي وسكير تيسنات أنه المنهجية لن ترقسين سنات الاستمارات اللي نحل اللوحات الإلكترونية اللي حلن توقت المواضيع اللي جويد اللي وحفون اسمه المعطيات تيسكرت أنه سلم نقول لك كل الشركة نينين ريالي في تغرس الانترنت طبعا يلي حتى النظام اللي كان متطور المتابعة لأشغال تغوري الميدان الفرق الميدانيه. نعم استاذ بالنسبه للاشغال الخرائطيه ينس كثوري وين ازويران الاحصادات ما غيتو الاحصاء لا تقيميش نتوري من تيني الاعمال الخرائطيه سي راه شويه خف والدور نغدا ناروز نونس كثوريات. فعلا المرحله ديال الاعمال الاشغال الخرائطيه تقيت المرحله اللي قال الاساس اللي حنا تحيا للمساله ديال التوريه ديال الاحصاء هي تقيسنت الاهداف النس يقات انه هو نتلسي جميع الخرائط الحدود الجماعات الترابيه الاقاليم كريكات تسقح سكوين انت مازير النح تيسنات كريكات الجماعه ارتيوبضي في العدد الظروف ملي تسمى الكريم مناطق الاحصاء كريكات المنطقه تطفيات الخريطه اللي حدان اللي كريكات الباحث رئيس الحدود البلاصه اللي حري يخدم باش نضمن الشموليه الاحصاء على مستوى التراب الوطني للجهات كله تنت تيسكرت المسائل اللي يستوهمنا ايضا انه الاعمال الخرائطيه نتاتها في البناء باش تقدير الوسائل الماديه البشريه اللي كل دوري خصهم باش يتيوسكر الاحصائيات الشكل اللي استنرا. نستنيز الاحصاء هذه يبدو كواس كيور انشو تنبير مشتا الوقت اك خصينا كيف نكمل توريه الخرائط الناس سجدا. بالنسبه للمده الاعمال الخرائطيه نتات تبدا حوير ابريل 2023 ورتكمل من الحل الاخر نويور المارسة دي كان لقدام تقريبا الى قيس يخدم قيس الاحوال 1500 مكلف حق المشرفين حق المراقبين حق الباحثين وكان المده تقدم الاشغال تقريبا والنسبه تقدم تقريبا لكمغيلاد 86% وان شاء الله ردنا شكحال وقت باش نوفر جميع الظروف يتوسكر الاحصائيات حق اللي استرات مازير فنح. لكن سنمير شيئا السيد مصطفى ايس طلب علي كان الرئيس نغدا مغور للمصلحة نظام المعلومات الجغرافية قال مندوبية خطر التخطيط تنمية إرغان في تشريك النون.